نضربوا المروخ باش ندوزوا للاتلانتيك باش ندوزوا للبحر المحيط الاطلسي. شناهي عاودي عاودي. احنا نضربوا المروخ باش ندوزوا للاتلانتيك باش ندوزوا للبحر المحيط الاطلسي. علاش نضربوا المروخ؟ هنا الجزائر احنا عندنا جدار بيني او اهم جدار هو هذه جارة السوق اسود الاطلسي او قطة الاطلسي. احنا الجزائر غالقين علينا بالمروك. الاتلانتيك هذا سي لو رون بوين دو موند، هو يعني مفترق الطرق تاع العالم، والجزائر هي الاقرب ليه. المروك هذايا الهدف تاعه هو ان ما نوصلوش هذا الجدار الذي يمنعنا من المرور الى الاطلسي. دايرين هنا جدار باش ما نجوزوش حنا للمحيط. احنا نضربوا المروك باش ندوزوا للاتلانتيك باش ندوزوا للبحر المحيط الاطلسي. صح، منين نجوزوا للمحيط الاطلسي؟ منين نجوزوا؟ عبر مضيق طارق باش تفتح الاتلانتيك. انا وريت لك المشكل اللي دايرين هنا، علاش داروا لنا المروك هذه؟ اليهود سكنوا تما وتزوجوا بهم وقعدوا تما. علاش؟ شوفوا مليح خوتي العزاز، باش تجوز باش تخرج عندك مضيق، هذا يعيطوا له مضيق طارق. هذا مضيق طارق دوك انت حمدادك تضرب المروك هذه المروك تضربها. كي تضربها واش راح تستفاد خويا العزيز؟ يكون عندنا بوابه للمحيط. الجزائر يكون عندها بوابه للمحيط مع الصحراء الغربيه، المحيط الاطلس. محيط ان الحاجه اللي غاضتني في حياتي في الطموحات تاعي. الطموحات تاعي راني نشوف فيهم يروحوا طمحه تطبع في طمحه ما حققت حتى طميحه واحده بركه كذا صغيره ما حتستاه. ربي يجيب الخير وخلاص.